الجماهير التي تحتشد في برلين وسط العاصمة الألمانية برلين، ليست ببعيدة عن البوندستاغ وعن المستشارية وعن معظم السفارات بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في العاصمة برلين. اليوم وكما العديد من العواصم والمدن في أوروبا بل وفي أنحاء العالم، تخرج هذه الجماهير نصرة لفلسطين ولأن ترفع البطاقة الحمراء في وجه الاحتلال وأعوانه ومن يشاركونهم حرب الإبادة ضد أهلنا في غزة العزة. والضفة الغربية ليست ببعيدة عما يجري في غزة، فالضفة الغربية اليوم هي غزة غدا. ما يجري في غزة وخاصة الآن في تهديدهم المعلن بأن يعملوا على إبادة شعبنا في رفح 14 كيلومتر في 500 متر، 1.4 مليون فلسطيني يريدون استكمال العدوان عليهم. إذن العنوان واضح، يريدون تهجير الشعب الفلسطيني أو ما تبقى من الشعب الفلسطيني. إلى أين سيذهبون وهم أعلنوا أن منطقة رفح منطقة خضراء آمنة؟ انكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك أن من يقف ويشارك الاحتلال في حرب إبادته ضد شعبنا فسنجده يوما في محاكمة على منصات محكمة العدل الدولية التي تتهم الاحتلال الآن بممارستها حرب إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، بل وهي حرب ضد الإنسانية. ما نشاهده من صور هي نكبات متجددة ضد الشعب الفلسطيني. 48 بالمجازر التي نسمع بها الآن في غزة، مئات المجازر ترتكب ضد أبناء شعبنا. لا نصحو يوما إلا على أعداد الشهداء، على الأقل 150 يوم شهيد كلهم من الأطفال والنساء. فيا هذا العالم، يا أيتها الشرعيات، يا أيتها المواثيق، إلى أي شريعة يحتكم الفلسطيني معكم إليها؟ هل هي شريعة الغاب السائد الآن التي تريدوننا أن نحتكم إليها؟ وبالنسبة لكم وبالنسبة لعصابة نتنياهو العنصرية وكيانه ومشجعيه ومن يقف خلفه، الفلسطيني الطيب، الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الذي غادر الحياة، أو الفلسطيني الذي يقبل بالذل وبالمهانة وبالاحتلال. لكننا نقول ولأوروبا تحديدا ولألمانيا هنا من وسط العاصمة برلين، كفى ظلما للشعب الفلسطيني، وديمقراطيتكم الآن التي تدعونها شعبنا لن يقبل بها، فهي قبرت في رمال غزة. وإن لم يكف الاحتلال عن ممارسة التطهير العرقي وقتل أبنائنا وبناتنا وشيوخنا ومحاولة تهجيرهم، فلن تجد المنطقة هدوءا، بل على العكس تماما ستتسع الدائرة، لأن الشعب الفلسطيني وجد لكي يبقى حرا عزيزا كريما على أرضه، على أرض فلسطين. وهذا الشعب وعلى مدار 100 عام لم يرفع الرايات البيضاء، لم يكن تطهير عرقي وحرب إبادة ما تمارسونه بحق شعبنا. ماذا نسميه؟ قتل وتدمير وتسوية المباني بالأرض والاعتداء على المشافي والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء واغتيال الصحفيين والعلماء. لا يريدون فلسطين تقتحم ملاعب التطوير والبحث العلمي. جامعاتنا غزة لا يوجد فيها أمي واحد. هم لا يريدون شعبا يرفض الاحتلال،
ولكننا نقول للعالم وللأمة العربية، اليوم فلسطين وغدا عواصمكم، وغدا عواصمكم، فشعبنا يدافع عن كرامة الأمة مجتمعة، بل وعلى الإنسانية وكرامتها. الآن غزة شكلت منارة جديدة في العالم، وضعت حجر الأساس وانتفض العالم. لم نشاهد على الإطلاق عبر التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل بأن وقف العالم هذا بالشهر الخامس على رجل واحدة انتصارا لفلسطين وانتصارا لشعبنا في غزة. وهذا يدل على عدالة قضيتنا وإنسانيتها، ويدل على أن العالم الآن كشف حقيقتكم وكشف زيفكم، ولن يقبل بالحرب العبادة التي تمارس ضد شعبنا. منتصرون، عائدون، أهلنا في غزة، أنتم عنوان الإنسانية، أنتم عنوان الرجولة، أنتم عنوان التمسك بالثوابت. القدس رايحين بإذن الله، فاتحين، محررين، ولن نستسلم ونرفع الرايات البيضاء أمام نتنياهو وعصابته ومن يدعمونه قولا وفعلا وسياسة وإعلاما ومشاركة بالسلاح والمال وما إلى ذلك. وبايدن، نبشرك بأنك لن تكون رئيسا منتخبا لولاية ثانية. عائدون بإذن الله. بارك الله فيك.